وبالعودة مشاهدينا الكرام إلى مؤتمر رئيس الوزراء والإعلان عن خطة الدولة لترشيد الكهرباء، تنضم إلينا هاتفيا دكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة. دكتور رحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. بداية بعد التحية دعيني أسألك، كيف تبعت كلمة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في شرح طبعا وتوضيح كل هذه الحقائق أمام الرأي العام وتوضيح خطة الدولة المصرية في مواجهة هذه الأزمة التي تلقي بضلالها طبعا على دول العالم وعلى دول المتقدمة قبل الدول النامية؟ تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة تعودت الدولة المصرية على أسلوب المكاشفة مع الشعب المصري، والحقيقة هو أسلوب متحضر بيعرض المشكلة بكل جوانبها، لأن احنا شايفين أن طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية بتتداعف كلفتها ويعني تبعتها يوما بعد يوم لتلقي بظلالها على العالم كله، ومصر ليست بمنأى عن العالم طبعا، ولذلك هي من الدول الحقيقه اللي بدات تضع تدابير وتستجيب للسيطره على هذه الهزات الاقتصاديه اللي سببت الحقيقه تغلغل في السياسات الاقتصاديه في العالم كله. الازمه لا تفرق بين دوله كبيره ولا دوله صغيره ولا دوله ناشئه ولا دوله ناميه، وانما الواقع صعب على العالم كله. والحقيقه الدوله المصريه يعني باجراءاتها الاستباقيه يمكن بدأت تدابيرها بتوفير كافة السلع في الأسواق للمواطنين صحيح. بالإتاحة والسعر المناسب ومراقبة الأسواق بالنسبة للفترة الماضية، ومكملة في مسيرتها في إتاحة السلع. ثم نأتي إلى نقطة هامة جدا تحدث عنها السيد رئيس الوزراء، لأنه عرض الحقيقة خطة الدولة بطريقة مبسطة للمواطن المصري صحيح. أننا نحاول مواجهة ما يحدث عالميا بتقليل فاتورة الواردات ودعم قطاع السياحة رغم كل الظروف اللي بيتواجه العالم، وان احنا الحمد لله عندنا حواس تسويقية مرنة ادت الى زيادة ايرادات قناة السويس الحقيقة اللي عرفت تخاطب مشغلي ومالكي السفن في العالم كله رغم كل ما يحدث في سلاسل الامداد. ايضا تحويلات المصريين بالخارج الحقيقة في زيادة استشعارة من المواطنين، وحتى تعميق الصناعة والمنتج المحلي دكتورة وفاء. بالتأكيد يا فندم، الحكومة يوميا بتدعم توطين الصناعة المصرية وبتعمل على الحقيقة زيادة نسبة المكون المحلي في كل المنتجات وأيضا كل الصناعات. ثم نأتي إلى النظرة الاستشراقية في موردنا الطبيعي من الغاز الطبيعي الحقيقة يمكن تحدث عنه السيد رئيس الوزراء، ودي كانت رؤية القيادة السياسية الاستشراقية لهذا المورد، ان احنا بنتوسع في مشروعاتنا بالبحث والاستكشاف لزيادة الغاز الطبيعي لزيادة إمكانية عمليات التصدير. في نقطتين هامتين جدا يجب ان يعلمهم المشاهد، ان مصر هي من حققت ما ينادي به مجلس الطاقة العالمي، وهو تنويع امدادات الطاقة وايضا ضمان الاستدامة، وهو ما يفتقد العالم حاليا. يعني مصر رغم كل هذه الظروف عملت على تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وأيضا عملية ضمان الاستدامة، ومن أجل هذه الاستدامة والمحافظة عليها نناشد كل مواطن مصري. والحقيقة احنا المواطن المصري لديه استشعار بكل أزمة، ويمكن الإصلاح الاقتصادي أثبت جدارة المواطن المصري في استشعار ما تمر به الدولة المصرية صحيح. استوجب الأمر الآن أن يعمل المواطن المصري على ترشيد الاستهلاك من أجل أن يكون نمط حياة، بمعنى أن نتعود جميعا، وإحنا شايفين السيد رئيس الوزراء عملا بمبدأ كن أنت التغيير الذي تريده. بدأت الحكومة بترشيد استهلاكها من الكهرباء بتخفيض الإنارة في الأروقة الحكومية والمباني الخارجية، ويمكن هنتعلن إن شاء الله في بعد غد الأسبوع عن هذه التدابير صحيح. بإذن الله مفصلة. ولكن أهم شيء إن إحنا ببساطة لازم المواطن المصري يعرف إن محطتنا العملاقة من الكهرباء بتشتغل بالغاز الطبيعي صحيح. فكل ما يتم توفيره من الكهرباء سيتم في المقابل توفيره من الغاز الطبيعي، وهو هام لعملية التصدير. طيب دكتورة وفاء، ونحن نتحدث عن المواطن المصري، يمكن من خطة الدولة أنها تتضمن طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي ويتم تصديره إلى الخارج. نحن نتحدث عن المواطن المصري، كل هذه الجهود الدؤوبة والحثيثة من قبل الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطن المصري وفي ترشيد الاستهلاك وفي مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى قبلها أزمة كورونا، الدولة المصرية
حافظت على معدلات نمو إيجابية بشكل كبير، وكنا نتابع إقامة عدد كبير من المشاريع القومية في هذا الوقت ومتابعة بصفة دورية من قبل السيد الرئيس وحتى القيادة السياسية في مصر. كيف ينظر المواطن المصري لكل هذه الجهود؟ المواطن المصري الحقيقة مواطن ذات مواصفات خاصة، يعني احنا لدينا تجارب كثيرة مرينا بيها وأزمات كثيرة مرت بها الدولة المصرية، كان المواطن المصري سندا للدولة فيها. واحنا قلنا خير دلالة قريبة هي برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي وقف فيه المواطن المصري، يمكن السيد الرئيس في كل المحافل بيشيد بجهود وانتماء المواطن المصري إلى بلده، فإذا لم ينتمي المواطن إلى مصر إلى من ينتمي؟ فبالطبيعي انتمى المواطن ووقف بجانب الدولة المصرية. الحقيقة المواطن المصري بيستشعر، احنا عندنا كل المشروعات اللي بتقام وأولها مشروع حياة كريمة اللي بيحسن حياة 60 مليون مواطن، ولم يتوقف رغم كل الأزمات. الدولة المصرية أثناء كورونا أو بعدها وأثناء هذه الأزمة حافظت على ديمومة الاقتصاد، بمعنى لم يتعارض عجلة الإنتاج استمراريتها مع يعني الحقيقة كل الإجراءات اللي بتاخدها الدولة، سواء إجراءات استباقية مالية أو إجراءات صحية في أزمة كورونا، لم يتعارض وحافظ الدولة على ديمومة هذا الاقتصاد من أجل من؟ من أجل المواطن المصري. الحقيقة المواطن المصري يعني إحنا بنراهن عليه وبنرهن، يعني بنكسب الرهان دائما بالمواطن المصري طبعا، الذي لا يتأخر أبدا عن الدولة المصرية، وأثبت في جميع الأزمات أنه ينتمي إلى هذه الدولة ويعرف قيمتها جيدا كما تعرف القيادة السياسية. ويمكن هي دي القضية اللي دائما يراهن عليها السيد الرئيس، وهي قضية الوعي من قبل المواطن المصري. دكتورة وفاء، دعيني أسألك سؤال أخير وسريع من فضلك، وأنت تتحدثين عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم طبعا في شهر يونيو من عام 2016، كيف كان من الممكن يكون شكل الوضع العام إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية والنظرة الثاقبة من قبل الدولة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟ وعلى ماذا يكون الرهان بشكل عام في مثل هذا الوقت ومثل هذه الأزمات؟ هل يكون على وعي المواطن بشكل كبير أم على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة؟ ماذا يتوفر فيها في الدولة المصرية؟ لولا جاهزية برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء المؤسسي الناجح اللي تم به إدارة هذا الملف بالإضافة إلى جهود المواطن مع الدولة، ما كان الحال هو الحال. وتخيلي سيادتك في هذه الأوضاع العالمية لو كان لم يكن هناك برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة اللي تم فيها، ماذا كان يكون الحال؟ الحقيقة الرؤية واضحة أمام الجميع، إن إحنا الحقيقة كان عندنا جاهزية ورؤية استشراقية إن إحنا نقوم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقته وأن نتفاعل مع كل الظروف. والحقيقة إحنا يعني المواطن المصري مع الدولة المصرية، وإحنا من خلال منفذ حضرتك بنطالب السادة المواطنين يعني عملية الترشيد عملية تكون نمط استهلاكي نتعود عليه، ليس الأمر في إطفاء الأنوار مبكرا، ولكن الأمر في أن يكون نمط استهلاكي حياتي للمواطن المصري للمحافظة على ثروات هذه البلد. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك.